لو فكرت المرأة بالعمل في القطاع الخاص فعليها أن تتحمل العمل لساعات طويلة وجهد وقدرة مواصلة تحت أشعة الشمس اللاهبة وتحدي برد الشتاء القارص، إذ لا يوجد أعمال متاحة لها سوى ما متعارف عليه في الديوانية، وهو أن تفترش الأرض ببسطيات صغيرة كما تعرف شعبيا. وتحتوي تلك البسطيات أما مكنسة التنظيف اليدوية أو أنواع معينة من التوابل والبخور، أو الأكثر شيوعا تكون بائعة للخضار. لا راتب عندي ولا مصدر عيشة غير هالقعدة الرصيف، وعندي عيال نسوان طلعت كلها وانا ظلت، إلا ما عدي نسوان قعدت بالبيوت حفظت ما يوجوها، انا ظلت ما عدي ولا عدي معين، اولادي شهادات انهم رواتب ماكو تدري بيهم، ماكو رواتب، وديت المعاملة ورجعوها علي قالوا ما لحقوا وبعد بهدي ومدرع. اي والله حصل 10,000 معاشين، لا هو يعني زرع مش حصل 15 ما كذا على دنبه. هاي الحكومه طردنا والبلديه طردنا قاعده، شلون مو هاني اليوم مو هين علي قعدانه بلا 4 من الليل حال حال الزلمه اجي كفيلك الله اعطي سياره بالتاكسي 3,000 يدبني بالتحدي واجي اشتغل، شو اسوي؟ تغدى على جهالي زين، ضليت ويا ابوهم 9 أشهر بالمستشفى، الدين ولا الطبيب والدين، والله 9 كملت يدرون جماعه كلهم ذول اليوم. النظرة القاصرة للمرأة في مجتمع يكاد يكون التميز والحضور الذكوري هو الأبرز، وتصدره لقائمة مزاولة الأعمال المختلفة يمثل أهم العقبات والتحديات أمام المرأة للعمل في السوق، كذلك المحاربة التي تتعرض لها في كثير من الأحيان ومساومات خطيرة بغية الحصول على فرصة جيدة جعلت من الكثيرات تصارع من أجل البقاء بحسب نساء الناشطات في حقوق الإنسان. انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في محافظة الديوانية من 20% إلى 11% عن العام الماضي، وهذا السبب يعود إلى أنه الأعمال التي تمارسها المرأة في المحافظة هي أعمال بسيطة وتدر عليها من الدخول الضعيفة جدا، ففضلت المرأة أن تجلس في البيت ولا تمارس هذه المهن البسيطة بكون أنه غير مشجعة. انخفاض مستوى وجود المرأة بالقطاع الخاص بعملها بالبيت أو بعملها بالشركة أو بمكتب انخفض بهذه السنة انخفاض كبير جدا، وهذا مؤشر خطير لنظرة المجتمع الدنيا للمرأة، وخاصة المرأة إذا تعمل بقطاع الخاص مثلا تبيع بالنساء الربات البيوت أو اللي يبيعن بالسوق، يبيعن خضرة، يبيعن مكانس، يشتغلن أعمال حرفية يدوية ويبيعن، عندنا مطلقات، عندنا أرامل هواية، فنظرة المجتمع لهن أو محاربة الذكور لهن خلتهن ينعزلن ويقعدن بالبيت، مثلا المطلقة أو الأرملة يساوموها مساومة على مود يعني أما تمشي سلعتها تنباع أو ما تنباع، أو يساوموها تتعين بهالمكان أو ما تتعين بهالمكان. غياب المعيل في الأسرة والفقدان الحقيقي لحلول حكومية تنتشل واقع المرأة المعيلة لأسرتها من النزول إلى السوق والتعرض إلى مختلف أنواع التحديات لأجل الحصول على قوت رزق يتكفل بعيشها وعيش عيالها، أو حتى توفير فرص عمل في مشاريع تتبناها الدولة لاستقطاب الخريجات بمختلف الاختصاصات، أو من ترملت أو طلقت وبقيت أسيرة مجتمع في جوانب متعددة لا يرحم وظروف اقتصادية صعبة. مطلقات، عوانس، محتاجات، وعائلات الأهلين، يبيع عن مكانس، يبيع عن خضرة، يبيع عن فتشي، كانت أزيد يعني تشوف تقريبا نص السوق أو خلنا نقول أن 30% من أجل النساء. هسه الفترة هاي الأخيرة بدأت تقل، تلقين 5-6 ما أعرف شنو دخل، أول شيء دخل قليل يعني لما تريد تبيع خضرة شو تحصل؟ تحصل إلى 5,000. أضافة إلى نظرة المجتمع إلهن بأنه نظرة المجتمع الدنيا تطب للسوق ما تسمع على نفسها، ما تسمع على سمعتها، فقامت شو تسوي؟ تقعد بالبيت من أجل تحفظ ما يوجهها، وإذا هذا إذا نظرة سلبية، نظرة سلبية على المجتمع كأنه إحنا الرجال فقط. ليش؟ المرأة يعني ما لها فد شيء من جانب العمل. ويبقى الواقع فارضا لنفسه وبقوة، إذ لا من بديل أو حلول تزيل شبح الفقر والعوز من أسر فقدت المعيل لها واضطرت النساء فيها للنزول للسوق والعمل بما متاح رغم المعاناة والتحديات الكثيرة. لبرنامج صباح سامراء، محمد المختار، الديوانية.